اهلا مرحبا لحتى للساعتين وقت اللي نستقبلوا بحضنا ضيفتنا لحلقه اليوم من الحقل السياسي رئيسه الحزب الدستوري الحر السيده عبير موسي. اهلا وسهلا مرحبا بك. يعيشك مرحبا بك وبكل مستمعي جوهر اف ام. انت عرفتك الشطر بشطر عامله اليوم في البلاد شطر يا اما يقولوا عبير موسي اللي الناس يسمعوا فينا توا وعلى الجيبها وتوا كلهم زابيو هذوك الشطر هذاك وفما شطر الاخر اللي يقولوا هاي لا فام دو برانسيب ولا غاردي سي برانسيب وما تبدلتش وقعدت ورغم هروب بن علي ورغم مرور 7 سنين عجاف والى اخره. المرأة الحديدية المناضلة من اجل التجمع الدستوري الديمقراطي او الحزب الدستوري الحر. عبير موسي مرحبا اخرى مره اخرى مرحبا بك لهنا في بلاتو تونس. ديما نفس السؤال لو حكينا نبتدي منين الحكاية يقول عبد الحليم حافظ منين باش نبداوها الحكاية هات نبداوها ساعة من حضوركم السياسي الحزبي في المشهد ككل اليوم وين موجود الحزب الدستوري الحر لا لقيناه معارضة لا لقيناه في الحكومة لا يعيطوا لكم وقت اللي يعيطوا للأحزاب سواء حكومة ولا معارضة لا يستدعاكم إلى آخره من التفاصيل هذه وينكم انتم في المشهد. احنا اليوم طبعا موجودين في المشهد وموجودين معناها الا للي ما يحبش يرانا لانه يظهر لي تواجدنا واللي ما يحبوش يراوكم برشا برشا ما يحبوش يراونا ومرحبا بهم ويعطيهم الصحه ما فما حتى مشكل. احنا اليوم قالوا اللي هما عملوا ديمقراطيه دونك هنا قاعدين نشوفوا فيهم كيفاش ما همش محترمين قواعد الديمقراطيه ما همش محترمين حق الاختلاف ما همش محترمين حقنا احنا في التفكير والا توجهنا احنا في رؤيتنا للبلاد مستقبلا. الاقصاء اللي يمارسوا فيه قاعد يزيد فينا قوه وقاعد يزيد فينا ثبات. الاخت الناطقه الرسميه باسم رئيس الجمهوريه كيف جابوها في بلاتو تلفزي وسالوها على سبب اقصاء الحزب الدستوري الحر والا على الاقل عبير موسي كمراه في عيد المراه جوابها كان معناها مضحك قالت له سالة ما تكفيش يقول لي تو نبنيو سالة أخرى ما تكفيناش ومن بعد قالت احنا مقاييسنا هي ان نتعاملوا كان مع شق معين من الساترة دونك لهنا زادت أكدت اللي هما عندهم شروط معينة أنت كدستوري باش تدخل في المشهد اليوم يلزمك تكون طبعا معترف بالتوافق والتحالف والتعايش والتحابب المخشوش وزيد أكثر من هذايا تقول لك احنا نتعاملوا كان مع الأحزاب الممثلة برلمانيا لكن نسيت هي في نفس الوقت اللي الحكومة هذه اللي سميوها حكومة وحدة وطنية فيها وزير على حزب اللي ما عندوش حتى ممثل في البرلمان وحتى الحزب ما عندوش نفس تواجدنا اليوم على الميدان. دونك هذا الكل ما يزعجنيش لأنه التاريخ قاعد يسجل بين الشعارات وبين التطبيق. تموقعنا اليوم واضح كمعارضة حقيقية. علاش نقول لك معارضة حقيقية؟ هم قبل كانوا يحكيوا معارضة كرتونية وما فماش معارضة في السابق. اليوم المعارضة اللي موجودة حتى في مجلس النواب والا اللي هما يعترفوا بها في الاعلام ويقدموها كمعارضه الكلهم اونفانت كونت اغلبهم باش ما نقولش الكلهم ينحدروا من نفس المنظومه اللي هي المنظومه اللي تم ارسائها بعد 2011 وبالتالي نشوفوهم ساعات في مواضيع حساسه معينه ما ينجموش يلعبوا دور المعارضه لانهم هما انفسهم امبليكي في الخيارات الغالطه. يعني اليوم وقت اللي تجي انت شكون اللي شجع على مجلس تاسيسي وشكون شجع على الدستور هذايا اللي هو مليء معناها بالكوارث وهنا نشوفه في النظام السياسي الحالي اليوم ما نجمش يجي يعارض نفسه لانه باش يقولوا له انت ساهمت في كتابه هذا الدستور وانت ساهمت في ارساء النظام السياسي وانت ساهمت في الكارثه الاقتصاديه وانت ساهمت بالوعود الزائفه للمواطنين باش وليت توا هكا الاضرابات والاعتصامات والشلل الاجتماعي اللي قاعدين نعيشوا فيه والاقتصادي. دونك القوى رواحهم ناس ما اللي في الحكم هانا نراو فيهم مش قاعدين يعملوا واللي في المعارضة فما مواضيع معينة ما ينجموش يعارضوا فيها لأنهم هما جزء منها وفي اتخاذ القرار. احنا اليوم احنا اللي ميزنا عليهم انه احنا خارج هذه المنظومة. احنا كما يحكيوا هما المنظومة اللي هما يقولوا ثاروا عليها احنا الناس اللي أثبتنا الأزلام. احنا الأزلام اللي نتشرف بذلك واللي اليوم أثبتنا انت برك تتشرف بذلك وكل من معك في الحزب هذا على الأقل اي طبعا لأن العديد من الأزلام داروا عليك اي يعطيهم الصحة هذوك مش عنا فيهم مش مشكلة حبوا ينخرطوا في المنظومة هذه هما ربي يعينهم لكن اليوم فما آلاف
من الناس اللي داخل الحزب الدستوري الحر، وفما زاد عدد لا يستهان به من المتعاطفين مع الحزب الدستوري الحر ويتبعوا في نشاطه ومعجبين بما يوقفوا. احنا اليوم ما نلقاو حتى حرج وقت اللي نعارضوا معارضة حقيقية. اليوم كيف نقولوا النظام السياسي هذايا فاشل النجم نقولوها، اليوم وقت اللي نقولوا الخيارات الاقتصادية اللي مشيتوا فيها بعد 2011 غالطة نجم نقولوها، اليوم كيف نقولوا العفو التشريعي العام اللي عملتوه من غير ما صفيته ومن غير ما فرستوا الغث من السامين ومن غير ما قريتوا حساب توازنات الصناديق الاجتماعية ومن غير ما قريتوا حساب توازنات كتلة الأجور اللي اليوم هي العائق أمام التقدم الاقتصادي. احنا نجم نقولوه الشيء هذا لأنه ما ساهمناش في أخذ هذه القرارات وإحنا كنا مقصيين في تلك الفترة. إذن اليوم الحزب الدستوري الحر يطرح روحه في المشهد السياسي ليوضع الإصبع على كل النقاط السوداء اللي جت بها منظومة ما بعد 2011، ونطمح إلى تغيير هذا الواقع المرير واسترجاع المنظومة الوطنية. المنظومة الوطنية نسترجعها، الناس اللي ما ساهمتش في الربيع العربي، الناس اللي ما ادتش يديها للخارج، الناس اللي ما تاجرتش بحقوق الإنسان مقابل أرويت وعلاقات مشبوهة بالمنظمات الدولية، الناس ما اطلقاتش تمويل أجنبي من دول أخرى واليوم هذا بتاع قطر وهذا بتاع الإمارات، الناس اللي احنا من رحم الشعب التونسي تولدنا في تونس وخدمنا في تونس ما مديش يدينا حتى مرة لأورو وإلا دولار وإلا لأي أجندة خارجية. أخطأنا أخطأ أسلافنا ربما وأخطأنا احنا الناس اللي ساهمت، ما فما حتى مشكل، من لا يعمل لا يخطئ، لكن اليوم الواقع أثبت أن البيلان تاعنا اللي هو إيجابي وإيجابي جدا، والدليل على ذلك أنه اليوم حكومة ما هذه ما يسمى بالوحدة الوطنية في نسختها الثانية تقول وتوعدنا أن هي باش توصلنا إلى نسبة نمو 5% سنة 2020 اللي هي كانت تقريبا حق مكتسب في تونس طوال 23 سنة اللي هما قالوا أنهم ثاروا عليها. إذن اليوم هذه تموقعنا، نحبوا نغيروا الواقع، نحبوا نحثوا الشعب التونسي أنه يكون واعي بالرهانات وما يزيه من الدمغجة اللي دمغشها في 2011 واللي الغيبوبة اللي كان فيها واللي وصلت طيب البلاد لهذه الكوارث. الحقيقة معتها عبير موسي كل ما تجيب حدايا وتحكي بالنبرة هذه بالنقد هذا وبالمعارضة هذه ديما يجي لبالي سؤال مع أول مرة شنو أطرحه لك. شنو طموحك السياسي كعبير موسي؟ أنا كعبير موسي طموحي السياسي الأول والجوهري هو إعادة بناء الحزب الدستوري، لأنه مؤمنة على المستوى الشخصي والحمد لله اليوم ألف ملتفين حول هذا الخيار ويقاسموني هذا الخيار من قيادة الحزب هذا إلى قواعد الحزب. يعطيني طموح سياسي لو سياسي لأي أنا بمعنى منصب سياسي غدوة؟ لا أنا ماهيش طموحاتي المناصب السياسية، ولكن ما تنجمش تحقق برنامج. لا لا لحظة مش معناها راني نعمل في السياسة من غير أنت ما تطمح إلى منصب سياسي، لأنه السياسة مفروض أنك تطمح إلى الحكم ببقى. لكن أنا ما نطمحش إلى المنصب على حسابي كل شيء، لأني كان باش نطمح للمنصب على حساب كل شيء راني انصهرت في المنظومة الحالية. ما قلتش على حساب ماذا؟ أنا نحب نعرف المنصب ومن بعد نحكيه بالتفاصيل الأخرى. المنصب الشخصي هو أني نكون في تاريخ تونس ترأست الحزب الدستوري الحر اللي ناس عطاتني ثقة أني نترأسه، أعدت بناؤه، رجعت فضاء سياسي للتوانسة نظيف وما فيه شبهات وما فيهش أموال فاسدة وما فيهش أجندة خارجية وفيه ناس وطنيين يخدموا، وزيد أكثر من هذا مجلس النواب المقبل والسلطة المحلية المقبلة ومفاصل الدولة المقبلين نحب ينتشروا فيها إتسيترا، والتوانسة الوطنيين الغيورين أصحاب الشخصية اللي كتحطوا غدوة أنت في منصب ياخو القرار وما ينسحبش وقت اللازم وياخو الموقف الضروري في الوقت الضروري. أنا إذا حقق الشيء هذا نعتبر على المستوى الشخصي حققت نجاح سياسي كبير. طموحك اللي نويته، وما شنو اللي يضمن العبير موسي أنه لا يندس من يندس داخل الحزب الدستوري الحر كما اندسته قبل سواء كان في الحزب الدستوري وإلا في التجمع الدستوري الديمقراطي قلبي الفيستا نسميهم طبعاً. واللي وين تميح الريح يميحوا معاه وانت تعرفهم مليح اليوم ودايرها وموجودين في عديد الأحزاب طبعاً. الأخرى وتخلوا مش كيفك انت شديت وكبشت دوك شنو يضمن لك انه ما مش معاك الناس من هذا القبيل الساترة ولا الأزلام اللي نجموا يقلبوا عليك الفيستا إذا ما توصل للشيء؟ سؤال ويجيه ويعطيك الصحة. أول ضمانة لنا أحنا هو أنه حزبنا اليوم ما فيه حتى مطامع،
اليوم اللي يدخل اي مثالش ما انت التركيبه والتكوين اللي باش تعمله والتاسيس والبنيان العرس اللي باش تبنيها اليوم هي اللي باش تكون الضمانه نتاعك في المستقبل. اذا كان اليوم تركز هياكل صلبه تركز جنود للحزب مؤمنين بالمبادئ نتاعو وما يتزعزعوش وما تاثرش فيهم الاغراءات وما ياثرش فيهم الترهيب والضغوطات، هذه ديجا باش تعمل انت النواه الاولى نتاع طبقه سياسيه جديده اللي هي تمارس السياسه بحد معقول من الاخلاق وبضوابط معينه وبمصداقيه معينه. هذه من ناحيه اولى من ناحيه المبدئيه. الناحيه الثانيه هو انه احنا اريختي اليوم تبارك الله 6 سنين و7 سنين خليتنا نفرزوا بعضنا وخليتنا نعرف شكون عمل سياحة حزبية في 7 سنين، خليتنا نعرف شكون وين الفلوس وين هو، خليتنا نعرف شكون وين الحكم وين هو، خليتنا نفهموا بعضنا ونعرفوا الصالح من الطالح. دونك قاعدين نختاروا لأقصى ما يمكن الناس اللي هما داخلين للحزب لأنهم مؤمنين به وما همش مندسين في وسطه. وش قاعدين نعملوا ضمانة أخرى هو أن لا نتحرجوا من إبعاد أي شخص يتبين أنه مندس وإلا جاي باش يبث الفتنة وإلا مبعوث بأجندة من خارج الحزب لفرقعة الحزب. احنا ما نتقلقوش مهما كانت القيمة ومهما كان المنصب ومهما كان معناها التواجد متاع ناس، إذا كان انفقوا إن هما يخدموا خارج الثوابت اللي أقسمنا عليها وأدينا عليها اليمين بعد مؤتمر الثبات لا يحرجنا إبعادهم ولا يحرجنا إنه الإعلام يخرج ويقول فلان استقال ولا فلان خرج ولا فلان تم إبعاده. طيب بما أنك من التجمع الدستوري الديمقراطي السابق والمنحل بين قوسين وانت ترجع حتى الى جذور الحزب الدستوري 1920 اليوم الحر اليوم اللي تبنيه وانت رئيسة متاعو، تفهم مليح انه التموقع الحزبي والسياسي في اي بلاد كانت وخاصة في تونس لازم ماكينة ماكينة اقتصادية، ماكينة إعلامية، ماكينة مادية، ماكينة معناتها من مختلف. وين ماكينتكم اليوم؟ احنا اقوى ماكينه اللي مؤمنين بها واللي نتصور اللي تجربه دوله الاستقلال استعملتها ونجحت فيها، لانه تونس بكلها هي كدوله ما عندهاش امكانيات كبيره ماديه والا طبيعيه والا ثروات والا والا شيء، عندها موقعها طبعا الجغرافي زي نعرفوه وعندها الموارد طبعا وعندها الموارد البشريه. تونس باش نجحت وقت اللي راهنت على الانسان التونسي، قراته علمته تلهيت بصحته حرت المراه عملت الانفراستركتور وبدا اليوم المواطن التونسي اللي هو نشوفوه ايمانسيبي بارابور للدول المجاورة والدول العربية عموما وحتى الدول الغربية كفاءتنا مشهود بها. احنا هذا توجهنا في الحزب الدستوري الحر، الرهان اللي عملناه وقت اللي تسلمنا المشعل في 13 أوت 2016 كنا متأكدين اللي مش نلقاو شكون يعاوننا ماديا، مانيش نلقاو شكون يعاوننا بالدرجه اللي نطمحوا لها اعلاميا، مانيش باش نلقاو شكون يرغب في تواجدنا على في المشهد السياسي، لكن راهنا على الموارد البشريه، واحنا نخدموا بالعكس، نقولوا كما يقولوا هما الفلوس تغدى والرجال تجيبها، احنا عطينا رجال، عطينا نساء، عطينا الشباب، عطينا الناس المؤمنين بالحزب والفلوس تجي والماكينه تدور، واليوم ناجحين فيه الشيء هذايا بنسبه والحمد لله. هاو تثبت كلام هاو باش نعطيك ارقامي انا، ارقامي اللي اليوم اعطيني حزب في تونس اللي عنده 22 مكتب احنا نسميوها جامعه دستوريه لانه هذه الترمينولوجي الدستوريه اللي نفتخروا بها واحييناها، لكن نسميوه مكتب جهوي. 22 مكتب جهوي في تونس مقراته مموله من اعضائه، يعني متحكي انت الفلوس لانه اي حزب اليوم يلزم شكاره كبيره نتاع فلوس باش راس الشهر يوزع الكراوات ويوزع الشهاري ويوزع الضوء والماء وكذا. احنا بالنسبه لينا اللي يخدموا في الكتابه متطوعين ويخدموا منهم هما في هياكل الحزب ومنهم متطوعين للحزب. المقرات نتاع الحزب وعملنا المقرات، ادخل اليوم حتى في المعتمديات بدينا نعملوا في المقرات والمقرات مموله من الاعضاء نتاع الجامعات ومن الدوائر. اليوم عملنا احنا مطبوعه لمساهمه اطارات الحزب في التمويل الذاتي للحزب، وعايشين معناها بنسبه كبيره في عملنا السياسي بالتمويل الذاتي. الديوان السياسي قائم بواجب من ناحيه والجامعات والهياكل واللجنه المركزيه وكل اطارات الحزب
الحزب قايمين بالواجب هذا. وبالتالي هنا وقت اللي لقينا الموارد البشريه اللي هي عندها الاستعداد انها تضحي وداخله للحزب مش باش تاخذ منه شهريه كما احزاب اخرى تعطي شهريه وتعطي الكهرباء وتعطي بنوات ليسانس وتعطي كارت التليفون. احنا اللي يدخل يصرف هو التليفون ويدفع هو ليسانس ويدفع هو الكري. ونعطيك دليل ملموس لنجاحنا، كانت حلت الصفحه نتاعنا الرسميه تو تلقى في الويكاند نتاع 7 و8 اكتوبر 2016 الحزب عمل 16 اجتماع في نفس الوقت. توزعوا الإخوة والأخوات أعضاء الديوان السياسي مرفوقين بإخوة من الإطارات الوطنية إلى مختلف الجامعات. يعني كي نحكي منيش نحكي في أمور ما معناها مش موجودة، ثم حل وتو تلقى جامعات وتلقى هيكلة 16 اجتماع في نفس الوقت في مقراتنا في الجهات، وفما شكون اللي نجموا يعملوا في قاعات خارج المقرات. ونحب لهنا نأكد لك حاجة ويعرفوها الشيء اللي حضروا الناس، مانيش نجيبوا في الناس إيجا برك للاجتماعات، بل عكس نقول لك علاش صارت الاجتماعات هذه. عملنا لابيل كيما في المكتب، يعني احنا كيف ناخذوا عندك قائمه بتاع جامعه دستوريه وعندها دوائر دستوريه ما نقولوش يا يعطينا صحه عندنا هياكل، لا، وعندنا قرارات مصحه. اعضاء الديوان السياسي مشاو باش يستمعوا للجهه وباش يراقبوا مدى تواجد الفعلي لهياكلنا في الجهه. دونك اول حاجه يعملها المشرف على الاجتماع انه ينادي بالاسم حسب قائمتنا، والحمد لله نسب الحضور ونسب التواجد حسب قائمتنا مرتفعه. وفي مذكراتنا الداخليه قلنا من ليست له صفة لحضور هذا الاجتماع يمنع من حضوره، يعني على عكس اللي يعملوا فيه الأحزاب، الأحزاب يعملوا شو، يعمل لك اجتماع يجيبوها على أخوه منخرط مش منخرط، معاه مش معاه، ويعمل تصويرة ويقول لك راني أنا عملت اجتماع. احنا قاعدين نخدموا في خدمة في العمق، مانيش نغلطوا في رواحنا، لأنه في التجمع جربنا يجيبوها على أخوه والمهمة تنجح وتنجح جماهيريا والقبة تتعبى والكرم يتعبى والشارع يتعبى، وفي الآخر شلقينا ما لقينا حتى شيء في أول أزمة. وقت اللي ما نقولوش حتى واحد، ما فما ناس حتى اللي قعدت على العهد ما لقاتش شكون يبلغ صوتها وما لقاتش شكون ياثرها. واليوم الحزب الدستوري الحر هو ما لازم الناس هذم، الناس اللي ما قلبوش الفيستا والناس حتى كان مشيو في فتره ما الى النداء من باب الوطنيه ويقول لك لانه حابين نحبطوا المشروع المجتمعي اللي يهدد تونس. لكن اليوم وقت اللي دارنا تحلت وحزبنا موجود وهويتنا فيه مضمونه، احنا موجودين وباش نضحيو بالغالي والنفيس. نعطيك زاد دليل اخر في قفصه اللي هما ناس تقول لك هذيك مهد الثورة والحوض المنجمي. اجتماعنا متاع الويكاند هذية كان في منزل مناضل من كبار المناضلين الزعماء متاع الحركة الوطنية عن طريق ابنه اللي هو اليوم معنا في الحزب، باش تبين انت التواصل متاع الحزب الدستوري من مناضلي الحركة الوطنية الف رحمة تنزل عليهم الى ابنائهم اللي مازالوا اليوم موجودين. حللنا داروا باعتبار مازالوا هما الجامعة في بدايتها، وصار الاجتماع وحماس والتزام وانضباط كبير. هذه الروح اللي نخدموا بها اليوم في السياسة. طيب. واللي هي راوها مفقوده او شبه مفقوده. خلينا نحكيوا اليوم على اهدافكم اللي تخدموا عليها والاجتماعات هذه، شنو هو الاوبجيكتيف نتاعها في نهايه الامر؟ هل هي ما زالت في اطار اهداف لملمه الجراح؟ هل هي في اطار التنسيق على اساس البحث على تموقع حزبي اكبر؟ هل هي على اساس اليوم الدخول في حملات انتخابيه مسبوقه كما تعمل العديد من الاحزاب واحنا على ابواب انتخابات بلديه وايضا قاب قوسين من انتخابات تشريعيه ورئاسيه قادمه 2019؟ اليوم الاجتماعات هذه تهدف الى ترتيب البيت الداخلي واعداد الماكينه اللي انت حكيت عليها، لانه اليوم وقت اللي تبدا انت عندك عمليه تعداد واضحه للجنود نتاعك اللي هما باش يخدموا وهما اللي باش يعملوا الحملات الانتخابيه وهما اللي باش يتوجهوا باش يكونوا القائمات الانتخابيه. اليوم كي تبدا انت ضامن الماكينه اللي تحكي عليها، ونعرفوا احنا شنية الماكينه اللي اليوم موجوده معانا وشنو الجزء اللي مازال لبرا وشكون اللي قاعد على الربوه لكن هو معناها انظاره متوجهه لينا وشكون اللي بعد جمله وقلب الفيستا وكذا، هذايا اللي مكننا باش نعملوا دراستنا اللي هي تكون علميه وموضوعيه وحقيقيه، من غلطوش رواحنا ونعرفوا حجمنا الحقيقي باش كي ندخلوا في الانتخابات نجموا نظروا. طيب. الاستراتيجيه نتاع الدخول. عبير موسي، الحقيقه وانت مطلع على اكثر من ملف والارشيف تعرفه مليح الحقيقه لانك ما جيتش البارح، جيت من وقت التجمع الدستوري الديمقراطي وتعرف بهيكم وخايبكم بيان سور. فما نتوقعش انه كل معارضي بن علي زمن بن علي كانوا خونه او كانوا يتلقوا اموال من الخارج. هل اليوم في استعداد الحزب الدستوري الحر انه يتوافق مع على الاقل المعارضه الشريفه؟
إذا كان فما موجودة، وهل ممكن تأكد لنا كانت فما معارضة شريفة وإلا لا، أما الكل كانوا خوانة للخارج؟ لا، ما نقولوش أنه الكل كانوا خوانة للخارج، هذية يتسمى تجني ويتسمى تحريف للواقع. كانت فما معارضة وطنية اللي هي تقبل أن تتواجد مع المنظومة اللي هي موجودة ومع الحزب الحاكم اللي موجود، وتعطي مقترحاتها وتشارك، ولو أنه هي تعرف اللي حجمها بالنسبة للحزب الحاكم وبالنسبة للمنظومة ككل ما هوش كبير. كانت موجودة. شوف الناس هذوما اللي احنا هما قيسنا اللي ما مدوش يديهم للخارج وما خرطوش في منظومة الربيع العربي وما كانوش ناس يخدموا في أجندة، ما انضموش إلى منظومة الربيع العربي. طبعا لأنه اليوم مثلا أنا خرجت قلت ديجاج البن علي نهار 14 جنفي لأني كنت نراه ديكتاتور. أنت ضحية، أنت ضحية. لحظة، لا مش ضحية، أنا وقتها مقتنع أنه بن علي ديكتاتور. فهل أنا مثلا منظومة الربيع العربي؟ لا لا، هاو شنو هي المقياس؟ منظومة الربيع العربي الناس اللي هندست، الناس اللي هندست والناس اللي هندست شاركت من أجل الاستيلاء على الحكم. طبعا هندست من أجل إسقاط النظام للاستيلاء على الحكم، مش إسقاط النظام لتحسين وضع الشعب التونسي. طيب. والدليل على هذا شنو؟ إنه اليوم بعد 7 سنين من إسقاط النظام وتداول هالقوة هذه اللي كانت تقدم نفسها المعارضة الراديكالية باعتبار إنها هي عندها كل الحلول السحرية للشعب التونسي، اليوم أثبتت فشلها وعجزها على صياغة برنامج صغير ربما كان يتساق نهار من هارات في أصغر بلدية من بلديات تونس. دونك احنا اليوم كيف نحكيو على العمالة ونحكيو على الخارج ونحكيو على البيادق ونحكيو على الناس اللي انخرطت في المنظومة هذه، نعرفوهم الناس اللي كانت سيدي بوزيد اللي يجيو ركبوا على الحدث ويقولوا احنا مع الجهات المهمشة وقفصة وقسرين، ما يعرفوهاش صدقني، كان ما يحطوش الجي بي اس في كهربتهم ما يعرفوش منين يمشيولها. لانهار عملوا تواصل مع المواطن التونسي في الجهات الداخليه ولا حتى الساحليه، نضالاتهم كانت في جنيف وكانت في برشلونه وكانت في نيويورك وكانت في غراس وكانت في فرنسا وكانت في اطار لي كوكوس سوا ديزون لي دووا دو لوم اللي عملوها في البالي دي ناسيون، وكانت في اطار الغيزوتاج اللي دخلوا فيه اللي هما باش خدموا به لوبيات معينه وخدموا به المخطط هذا. اليوم وقت اللي خذاو الناس هذوما جزء من الحكم والا جزء من المعارضه لقيناهم فاشلين، واحنا كدساترة اللي كنا في الماكينة كنا نعرفوهم اللي هما فاشلين، وذلك علاش ما تعاملناش معاهم. واليوم الشعب التونسي اللي ما صدقناش كي قلنا له راي قناة الجزيرة هي اللي ساهمت في تأجيج الوضع في 2010، كانوا يقولون ليه انتم خاطر موالين للنظام، مش فقط قناة الجزيرة، من ضمن من أغلاطكم انكم ركزتوا على نقاط وتجاهلتوا نقاط أبرزها الدكتاتورية اللي كنا نعيشوا فيها، أبرزها القمع البوليسي اللي عاشته المنطقة وتونس. توظيف، هذاك الكل توظيف. أيه. انت وقت اللي تجي تعمل مخطط يلزمك عندك طبعا ليزيليمون اللي باش تخدم، اكيد الهشاشه اللي وصل لها النظام في الفتره الاخيره اي فما هشاشه وفما ناس من داخل النظام بيدها انخرطت في المنظومه هذه املا في التموقع فيما بعد بن علي، لانه برشا ناس الناس الكل تعرف بن علي اللي هو عنده مده معينه كانت مزالت له وباش توفى، زادوا له تمديد. فما عباد اللي في اطار الاستباق ويصحابوا روحهم ذكيين ياسر وحب ويتموقعوا في المستقبل وبيعوا طرح من داخل زاد ما هم مساهمين. اذا هالمنظومه هذه كلها اللي صارت شنو صار فيها؟ صار فيها توظيف المشاكل. في خاطر احنا ما عمرنا ما ننكروا ان تونس كانت فيها مشاكل، وعمرنا ما ننكروا اللي فما جهات ما خذتش الحظ الكافي من التنميه، وعمرنا ما ننكروا اللي كانت فما اخطاء، ما فماش نظام ما فيش اخطاء. لكن احنا زاد عمرنا ما قلنا انه مسار التنميه وقف، وعمرنا ما قلنا انه راه سكرنا وروحنا، هذاك الماكسيمه كانت فما معناها تطور وكان فما امكانيه انه العجله نتاع الاداره والاقتصاد والمفكرين والكل انه يوصلوا يخدموا. المشكل في الناس اللي جات باش هدمت. انا كنت نحترم الناس هذم لو كانوا بعد ما عملوا كما قلت انت خرجت وقلت ديجاج، كان صبحت من غدوه 15 جانفي بعد ما عملت الانتقال اللي هو عليه برشا احترازات قانونيه، لكن كنت نجم نتفهم. كان جيتوا لو 15 جانفي انسنيتوا الركبه وتويتوا الصفحه وقلتوا ايا القضاء يتكلف بكل ما هو مخالفات وبكل ما هو معناها مظالم والا شيء اللي هو حقيقي مش يبدا مفتعل ويبدا معناها في اطار انك تصفيت حسابات القضاء وقتها زاد ما عندوش ثقه لانه القضاء كان متاع بن علي. لا لا، وتوا القضاء مضغوط عليه اكثر من وقت بن علي، والناس الكل تعرفوا شيء هذايا مضغوط عليه ويعيش في ازمه وخانقه. الناس هذوما ما في عود يمشيو يبنيو،
كان جا عندهم برنامج كانوا يعارضوا من اجله 20 سنه راهم ديريكت. اه يا سيدي احنا كنا معارضين على خاطر من ولا ثانيه هنا غلط هاو مقترحنا، احنا كنا نعارضوا في على خاطر المنظومه هذه غلطه هاو مقترحنا، وراهي تونس ما وصلتش للازمه اللي احنا فيها. لكن الناس اللي جت بالحقد وجت بالفتنه ايه كسر مجلس النواب، كسر الدستور نتاع 59، كسر المستشارين، كسر مؤسسات الدوله، طرد الامنيين، هدد الحزب، جاوا هدوا مقومات الدوله وهدوا اركان الدوله وهدوا المنظومه الوطنيه اللي تعبت على خاطرها رجالات ونساء تونس مده دوله الاستقلال، هدوا ليزيليمون نتاعها وايا نعملوا مجلس تاسيسي. في الاخر المجلس التاسيسي شفناه الكلنا 3 سنين عرك، والناس اللي عملت ديجا المجلس التاسيسي والدستور ما تفهمش في القانون اكثرها، وشفنا المستوى. اليوم الناس هاربين من اعاده النظر في الدستور، لانه اذا تعيد النظر في الدستور برؤيه موضوعيه وجيب رجال القانون وجيب الناس اللي هي تفهم في الدساتير وصياغه الدساتير توا تخرج منه الكوارث الدستور هذايا. احنا اليوم ندعيو انه ما يسالش يزي من المكابره، يزي من انتوما ديما صحاح وانتوما ديما على حق وانتوما الملايكه واللي كان قبل هو الشيطان وهو الخايب. اعترفوا كيما تحبوا العبيد تعترف باخطاء، اعترفوا باخطائكم، اعترفوا اللي انتوما مشيتوا في مسيره غالطه، اعترفوا اللي انتوما هديتوا صناديق الاجتماعيه بالتعويضات اللي عطيتوها، اعترفوا انه المراسيم نتاع ادخل للوظيفه العموميه على بعضه من غير ما تعطي حتى انتاج ولا منتوجيه راهي غالطه، اعترفوا اللي دخلتوا رهنتونا للخارج وتاخذوا في قروض على بعضه وبديتوا دانتيغي قويه واللي مسيتوا المصداقيه نتاع تونس في السوق الدوليه وفي السوق العالميه، اعترفوا اللي رهنتوا تونس للاف ام اي ورهنتوا تونس للمؤسسات الماليه الدوليه، اعترفوا اللي اليوم السياده الوطنيه ولات مهدده ويجي يقولوا خنصلحوا. ما يسالش اذا كان تقولوا رانا توانسه ورانا مصلحه تونس هي اللي تهمنا، يجيو اعترفوا بهذه الاخطاء وما تضغطوش على العباد باش تتوافق معاكم، وقولوا للغلط راك غلط، والاطراف اللي هي جات وكذبت على الشعب التونسي ولليوم نيتها غير صادقه مع الشعب التونسي افضحوها واخرجوا وقولوا راه هذه مش صحيح. انت كانوا بحذاك لخيان بتاع هيئه الحقيقه والكرامه، اليوم فضيحه نعتبروها احنا تاريخيه في وجه الحقوقيين وفي وجه السياسيين وفي وجه السلطه وفي وجه مجلس النواب، ان الناس الكل تعرف ان هذه الهيئه قانونها فاشي وساكتين، الناس الكل تعرف انه هذه الهيئه تنشط اليوم خليهم يجيو. انا طلبت مناظره تلفزيه مع سهام بن سدرين وهي ما استجابتش، انا ما نحكيش في القفاء نحكي في الوجه. الناس الكل تعرف اللي التركيبه مختله نتاع هيئه الحقيقه والكرامه من نهار 14 اكتوبر 2016، الناس الكل تعرف اللي الحزب الدستوري الحر خاض معركه قضائيه ضدها ربح في شيء، واليوم هنا مازلنا باش نمشيو للتعقيب. شكون ساندنا؟ شكون تكلم وقال ايه صحيح؟ شكون تدخل من السلطه ولا خسرتوا القضيه ديميرمون او المحكمه على الاقل حكمت لصالح الهيئه على حساب الشكايه نتاعكم؟ ماهيش خساره، لانه هما الاستئناف اللي عملوه عملوه باش يصححوا اجراءاتهم، لانه احرجناهم احنا بعد ما خدينا حكمنا توجهنا لهم باش ينفذوا، هما رفضوا التنفيذ قبل ان يقوموا بالاستئناف، وحررنا محضر عدل منفذ انهم رفضوا التنفيذ تطاولا على حكم القضاء. وقت احرجناهم وعملنا وقفه احتجاجيه قدام المقر، والعالم اجمع تابع تحركنا وتابع اللي احنا صحيح اللي نحكيو فيه راهو عنده سند قانوني، باش هما وعرفونا ماشيين لتدويل القضيه ويعرفوا كي باش نمشيو للمؤسسات الدوليه ويلقاو تطاول على احكام القضاء ستوسيء اليهم. اش عملوا بعد ما كملنا الوقفه الاحتجاجيه وسكرنا الملف نتاع التنفيذ؟ قاموا يستينفوا. تستينف على شنو؟ توقف التنفيذ على شنو؟ انت ديجا سي عملنا عجز تنفيذ احنا، يعني هما يوظفوا في القضاء باش يغالطوا الراي العام ويخرجوا لهم ويقول لك خافوا كانه فما دوبل ديسكور من جهه تتهم الاطراف بانها تتعاون مع دول اخرى وتمد يديها لقطر والامارات وكذا، واليوم تحكي على التدويل. التدويل بمعنى انه ما عادش عندك ثقه في القضاء التونسي وماشي لبرا. احنا عندنا الشرعيه الدوليه اللي تتحرك فيها تونس. احنا كي نقولوا تدويل لا نتمسحوا على سفارات ولا نمشيو نطلبوا الاوروات والدولارات باش نسافروا باش نشهروا بتونس كما كانوا يعملوا هما، يخلصوا لهم الطياره ويخلصوا لهم عندك ما يثبت الكلام هذا؟ شفتهم بعيني شنو ما نحضروا مع بعض الاسماء تعرفهم الكل اي بيان سور يعرفوا روايحهم. علاش تقول الكل؟ معناتها مش الكل. نقول لك علاش الكل؟ على خاطر الوطنيين اللي حكيت عليهم انت اليوم صوتهم خاف ما ريناهمش زايدوا. الوطنيين اللي ما كانوش يعارضوا من اجل الانتهازيه اليوم سكتوا، واليوم ما لقاوش حظهم هما نفسهم قدام الناس هذوما اللي راكبين على الحدث. الوطنيين من المعارضه الوطنيه ماذا بينا اليوم كان يلعبوا دور ونحطوا يدينا معهم ما عندناش مشكل، لانه نعرفوهم وطنيين وعمرهم ما خانوا الدوله التونسيه. اما المشكله توا اللي الفضاء والاعلام والصوره المنفوخه في الناس اللي هي حطت يديها في المنظومه المشبوهه.
احنا كنا نحضروا في المنتديات نتاع حقوق الانسان ونشوفوهم. انت كي تمشي تمشي يعلم بيك ربي، نجم تاخو قهوه ولا ما تاخوش في جنيف، تعرفوا الاسوام وتعرفوا كل شيء. كي تسكن في شطر بيت تبيت واقف تسمى به، الناس هذوما يسكنوا لك في الوتله نتاع 5 اتوال ويركبوا لك في الكراهه بالليموزين، وديما اكومبانيي بوفد من الوفود الاجنبيه، ونهار طول هما ماشيين جايين ويقولوا هلنا في وجوهنا، نخلصوا عليهم باش يطيحوا النظام. دونك الناس هذوما ما همش قاعدين يخدموا للمصلحه الوطنيه. اليوم وقت نقول لك تدويل القضيه، مانيش ماشيين للسفارات ومانيش ماشيين للمنظمات ولا ماشيين للمؤسسات المعترف بها امميا، لجان حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والجامعه العربيه والامم المتحده ونيويورك. فهمت السيده عبير موسي؟ بعد شويه نسالك لو كان تسمح معتها مدى حضوركم او على الاقل تحضيراتكم للمشاركه في انتخابات بلدية 2018 إن جرت، وأيضا نرجع لك ليه حضوركم في التشريعية والرئاسية 2019. قبل هذا بن علي الرئيس بن علي روك القار بن علي كي تعيطوا لي انا ياسير، ما فهمتش كان كنت انا المستشار الخاص، شنو توا المسؤوليه اللي كنت انت الوحيده اللي ما زلت لليوم تقول يرحمك يا بن علي. شو ايش نقول لك؟ انا جزء من الشعب زي. انا انسانه وفيه لتونس وتاريخ تونس. هي ما تونس مش بن علي بن علي برشا اشخاص. بن علي 23 سنه رمز الدوله التونسيه، ماكش تنساه. وراه توا اي حاجه اي اساءه انت تعملها لبن علي راهي هي في معناها يلزمها توجهك لاني اساءه. هل هي اساءه والا النقد؟ والنقد عمره لا، النقد ليس إساءة. طيب. لكن كل شيء اللي ريناه بن علي وحضوره معاكم في هالحزب هذا، لأنه يشاع تحت الطاولة أنا اليوم نطلعه لك في الميكرو وفوق الطاولة، يتقال أنك لليوم كوموندي من طرف بن علي، وبن علي يمارس سياسته في البلاد أترافير عبير موسي. شو بربي خلينا نقول لك عجبتني الضحكه. حلوه لي حلوه خاطري في بني بي شيء ذي. احنا قال لك الامارات اعطتنا 50,000 دولار باش نعمل الجمهوريه، وقال لك اي وقال لك بن علي قلت القضاء هو المشكله. تعرف شنو المشكله نتاع الناس هذوما؟ الناس هذوما لا بيأمنوش. لا لحظه هاني باش نجاوبك. لا انا تعرفني صريحه ونجاوب. اما نحب نعطيك حاجه، الناس هذوما ما يؤمنوش انه فم عباد عندها روح المبادره الشخصيه، وما ديما اذا عملت حاجه شكون بعثك؟ شكون وراك؟ شكون كلمك؟ ما يعرفوش اللي انت تنجم تكون عندك المبادره الخاصه، ما يعرفوش اللي الحزب الدستوري الحر وقت اللي احنا خذينا المشعل في 4 مارس باش نكونوا باش نعملوا المؤتمر، وبدينا نكونوا في مكتب تنفيذي اللي هو باش يحضر للمؤتمر، اخترنا بعضنا على اساس ثوابت ومبادئ معينه، ما كنا كوموندي من حتى حد. اليوم الناس يفركسوا هالقوة اللي متقوينها الناس هذم، هل يعملوا فيه هالتواجد الميداني اللي هما يراو فيه، لكن طبعا في الخفاء يعرفوه وفي العلن ما يحبوش يظهروه، لا في استبيانات ولا في استطلاعات رأي ولا شيء، باش نقعدوا ديما معتمين علينا. يقول لك منين هذا الكل؟ الناس ما يأمنوش اللي فما عباد اليوم في تونس تدفع من أجل حزبها وتضحي من أجل حزبها وتعمل المستحيلات السبعة من أجل حزبها. أنا نقول لك بن علي وعودتها البارح، قلتها في التلفزة وقلتها 1000 مرة، بن علي كي نتعامل معاه نتعامل معاه رمز الدولة التونسية، لأني لا كنت معاه مستشارة في القصر. بن علي أنا قابلته في حياتي، في حياتي كلها معناها مباشرة، قابلته مرة وقت اللي توسمت سنة 2006، حط لي الوسام ومن بعد كلمني لا شيء، عسلامة سيد الرئيس، وحط لي الوسام. ومن بعد وقت اللي أنا أمينة عامة مساعدة في بعض المرات اللي يسمح لنا أن نسلم عليه قبل ما ندخل الاجتماع في دار تشريفات، وحتى كي سلم عليا من بعد يعرفني أنا شكون. نبداو صف احنا المسؤولين ورا بعضنا. يعني ناس توا تحكي بن علي كوم سي انا عندي به علاقه شخصيه ولا خدمت معاه مباشر ولا معنى اليوم ما عندك حتى اتصال. ما عنديش به اتصال وقتها هو في الحكم، انا نعرف اللي هو رئيس التجمع وهو رئيس الدوله، واليوم كيف كيف ما عنديش به اتصال وما يعملش كوموند علينا احنا بن علي، وما عندوش اتصال بحزبنا. يعني هذه يلزمها الناس تعرفها. لكن احنا اليوم وقت اللي نقولوا رانا متبنيين كامل الفترات نتاع تاريخ تونس بما فيها فتره بن علي وفتره التجمع، هذيك من باب الوفاء لتاريخ تونس. ولكن جزء من الراي العام لو كنت تسمح لي، بعيد على استغلال واستثمار الفتره الصعيبه اللي فيها تونس اليوم، صحيح اليوم تونس في فتره صعيبه، اقتصادها مدمر ووضعية سياسية، بعيد على الفتره هذه الحقيقه، فما جزء كبير من الراي العام يسمع فينا ينجم يقول كان جاي فالح راهم البارح. ما ننساوش انه 2010 لحظة عبير، ما تنساش انه 2010 جزء من الرأي العام بعيد عن الربيع العربي والهندسة واللي تحب تسميه انت مؤامرة وكذا، اقتنع وخرج للشارع وقال لهذا النظام ديجاش، اون ا بلو بيزوان دو فو،
على اساس شنو خرج على الناس؟ اساس انت اليوم تحب تبني على منظومه الناس قالت لها ديجاج. لا اسمعني قلت لك كان جاي فالح راهم البارح. لا هو فالح وبارح وباش يكمل الغدوه. ماهوش فالح. لا يطلع فالح والله اخويا يطلع فالح بالقدا. لا ما قلتلوش ما تستغلش الفتره هذه والدمار اللي احنا فيه والهشاشه اللي احنا فيها. اسمعني شو احنا وذي قلتها راني من قبل ملي كنت وحدي من قبل ما احنا توا اليوم في الحزب احنا رانا لا نصطاد في الماء العكر وما نستفيدوش من فشل غيرنا. لا هذه يكون مؤكده صبرك عليها بالعشرة. احنا تواجدنا اليوم مش خاطر هما فاشلين ولينا احنا موجودين. لا احنا موجودين لانه في فترة من الفترات لا اقصاونا لا اقصاونا ما سكتناش. فما فرق ما بين سكتنا بين سكتونا. تحكي على روح حتى القيم اللي لاخر لحظة وريتك ومشاهدتي انا معتها في المحكمة والدافع وتعيط وصيح. ايه؟ اما فما شكون خبى راسه فما شكون حشم بالتجمعي فما شكون اللي قاعدوا معيطوا حد لا فما شكون معيطوا حتى حد. اي هذوكم فما واليوم هذوكم راجعوا لنا ولاو لنا ابطال الساعة 25 شعنا فيهم. اما فما ناس زادة كانت في ديارها تبكي بالدم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وما انت مريتهاش والاعلام ما سلطش عليها الاضواء نتاعو وتعرضت المظالم كبيره في خدمها وفي عائلتها وقاسيه وبرشا ناس قاسيه مقاسيه كبيره. يعني هذه ما ننكروهش. انا باعتبار اني كنت معناها شخصيه معناها وطنيه وزيد محاميه ومارست معناها دوري وفي الاعلام والكل لكن فما الاف ورايه وعشرات الالاف ورايه اللي هما الظلموا وما قلبوش الفيستا لكن لا حول لهم ولا قوة. مرة أخرى نرجع لك كان جاي فالح راهو من البارح. خليني نجاوبك وما تقصش عليه. تفضل. أول حاجة أنه هو فالح واليوم فالح اسمعني فالح وقالوا له شكرا له وصاري كدي قال. عاد شو ما تنجمش تغلط أنت ما تنجمش اليوم تغلط التقييمة. اعتذر على الأقل. تفضل اعتذر. تفضل اعتذر قول راني أنا خرجت هاو شنو اللي صار. اللي صار انه ما فماش نظام كامل هذا متفقين فيه. أي. وما فماش نظام بدون اخطاء متفقين فيه. مع انه كانت فما هشاشه معترف بها في الفتره الاخيره. هذه نعرفوها. دونك فما ناس وظفت الشيء هذا باش تنجم تطبق المنظومه. نعطيك انا دليل راني مانيش نتخيل ولا من الناس اللي تبدا تحكي في الفيرة. فما فيديو منشورة في الفيسبوك هيلاري كلينتون خاطر اللي صار في تونس ما صار في مصر وصار في برشا دول. هي تحكي كيفاش استعملوا شباب 6 اكتوبر باش ينجموا يعملوا به الثورة المصرية. وقالت كيفاش استقبلتهم من 2010 ومن 2009 لتحذير التغيير متاع النظام في مصر. وهي بلسانها راه مش نقل عليها بلسانها قالت اللي هي شخصيا هبطت لمصر بعد سقوط نظام مبارك والتقات بشباب 6 اكتوبر وفوجئت بانهم هما ينجموا كان يطيحوا اما ما نجموش يبنيوا وما نجموش يتسلموا السلطه وقالوا لها رانا احنا ما نجموش نتسلموا السلطه وذاك علاش هما فما الاخوان وفما الجيش الاخوان اخذاء السلطه غادي. وهي اعترفت بنفسها ان هي كانت غير موافقه مع الرئيس الامريكي انه يقع اسقاط نظام مبارك وهما ماهمش محضرين البديل وهزوا معناها وساطات دوليه باش مبارك يتنازل في حاجات معينه باش ما يسقطش. اذا المنظومه نتاع اسقاط الانظمه ان هي مبرمجه وفي اطار انه المظاهرات هذيك جزء منها هذا راهي حقيقه. لكن مش الناس الكل اللي في وسط المظاهره امبليكي ولا في بالهم. فما ناس معطلين على العمل كي تجيه انت تقول له اي اخرج معايا توا وراوكي باش تطيح النظام ولا يشوف الجزيرة وقت اللي قدمت البعزيزي قدمته على انه شاب متحصل على شهادة جامعية وبطال هيجت به الجامعيين الكل اللي بحالة بطالة. ايضا تمنيت نقدموا اكثر ما الحقيقة. ايضا تقول عبير انه ثم شهداء امهاتهم تبكي عليهم لليوم وما خذوش حقهم قلنا لهم افرزنا ثم جرحى معاقين لليوم. اسمعني يا زهير لليوم ما يحبوش يعطيوا الحقائق بتبيع. فما ناس النظام اللي انت تدافع عليه وتحب تعاود تبني عليه راهو عمل معمل راهو قتل راهو جرح راهو دمر راهو عذب راهو كذا. ما نرجعوش للنقطه صفر. انا نحب نبني على الدوله الوطنيه المستقله نتاع من 56 ل 2010 ماهيش مرتبطه بنظام مرتبطه بثوابت نتاع دوله استقلال. هذه يلزم تفهموها. فما فرق كبير ما بين انا نجي اليوم ونجي نقول ايا تاريخ تونس الكل اللي تعدى 3000 سنه حضاره ما نستعرفش به انا اليوم الفاتح الجديد لتونس وانا باش نعاود ناسسها من جديد. ما هذاش قالوا هما بعد 2011 وبداوا ما احتفلوش بعيد الاستقلال. قال لك الاستقلال بدا كي جينا احنا وما عادش يحتفلوا بعيد الجمهوريه. قال لك الجمهوريه هي اللي عملناها احنا. الناس هذوما جاوا هدوا. احنا ضد التهديم لانه احنا مع تواصل مفهوم الدوله ماهيش حكايه نظام واصلاح طبعا اصلاح الخيارات
انسى النظام وانسى الاشخاص، تي هما الاشخاص توا هم مستعينين بهم وفرحين بهم اللي انت تحكي عليهم. احنا نحكيو تواصل مفهوم الدوله التونسيه، تواصل ثوابت دوله الاستقلال، تواصل ثوابت النظام الجمهوري، وتواصل الدوله من غير ما تتفكك. اليوم النظام السياسي فكك الدوله، يلزم الناس تعرف به الشيء هذايا. اليوم انت تحكي لي على انتخابات بلديه وتحذيراتك وتحذيراتك، احنا ما استدعونيش المره الاولى، استدعونا بعد ما استنكرنا. كيف مشينا ما فماش حضور كبير متاع احزاب، ما فماش نقاش عميق صار، ومن بعد يخرجوا ويقولوا 25 مارس واتفقنا، ما صارش اتفاق وما جاوش، قالوا ما جاوش الاحزاب قالوا رانا اتفقنا. من حقهم بيه، كي تقول لي انت من حقهم الهيئه من حقها تختار، نمشي معك نمشي معك، مش الاحزاب تختار. باهي ما يسالش انت هيئه الانتخابات علاش اجلت الانتخابات الاولى؟ ما على خاطرك انت ما قريتش حساباتك نتاع انه فما شكون باش يستقيل، وهذه ديجا دليل على فشل النظام السياسي. لاني اذا نخلي انا الانتخابات اللي هي عمليه ديمقراطيه مصيريه في البلاد، اللي هي تحت رحمه زيد وعمر في دقيقه 90 يستقيل، هذا خطا كبير في النظام السياسي، لانه النظام السياسي يلزمو يضمن الاستمراريه نتاع المرافق في العمليات الحيويه من نوع هذا. باهي، الحاجه الثانيه، انتوما بعد ما غديتوا نصيف وعملتوا تسجيل وناس ما سجلتش وهذاك الكل، وبديتوا تصدروا في كل المناشير والقرارات، واحد جيتونا قبل بجمعتين وخرجتوا هكا وقلتوا لنا لا راه رئيس الجمهوريه ماهوش باش يمضي الامر الا ما تتسد الشغورات. علي انت في الصيف ما في بالكش اللي هي شغورات مش مسدوده، ذكرتها كان قبل بجمعتين، وجمعتين هذيك خليونا احنا كاحزاب قائمتنا حاضره ولا مش حاضره، نكملوا ولا ما نكملوش، نستناو كاينا نستناو في الرؤيه نتاع شهر رمضان، وقتاش باش يخرج المفتي نتاع الانتخابات ويقول فما انتخابات ولا، وخليونا حتى النهار 18 سبتمبر باش يعلنوا لنا، وديما يعلمنا رئيس الحزب اللي هو مش الحاكم، ديما في اجتماعاته هو تخرج المعلومه ومن بعد تخرج السلطات تتاكد. هذه زاده حاجه ثانيه، انت اليوم احنا علمنا وقتها نهار الاحد، قالوا هما هيئة الانتخابات راهي دعت إلى اجتماع، ونهار الأحد خرج رئيس حركة النهضة في اجتماع خاص بحزبه وقال ستؤجلوا إلى شهر مارس، خاطر هو عنده المعلومة. به، ومن وقتها بدا التداول وجا نهار الاثنين، ونهار الاثنين سمعنا بطريقة رسمية. به، اليوم أنت كي باش تعاود تختار دات أخرى، ماك باش تتلافى النقائص. أنت اليوم ولات عندك مشكلة دوبل، ملي كنت عندك سد شغور رئيس الهيئة، اليوم ولات عندك تجديد الثلث والثلثين وشغورات، وهذا باش يستقيل وهذا قالك ما نتنحاش وهذا، انت اليوم ولات عندك مشكله كبيره، ولات عندك ازمه نتاع شرعيه داخل هيئه الانتخابات ما حليتهاش، ومازلنا ما ريناش بوادر الحل. واليوم عندك قانون الجماعات المحليه الكارثي اللي يدعو الى حركات انفصاليه، واللي باش نوليو تونس كنت باش تولي امارات امارات، والا باش تولي ولايات ولايات مستقله، واقاليم اقاليم اللي هي عندنا ما نقولوا فيها، مازالت الناس ما قالتش كلمتها فيه قانون الجماعات المحليه، مازال ما تحطش للدراسه المعمقه، مازال ما تحالش للمصادقه، وما نعرفوش شنو باش يترتب عليه ووقتاش باش يقع المصادقه عليه. تجي انت عندك زوز ازمات كبيره اللي هي تحول امام تعيين تاريخ جديد، وانت خارج من تجربه اللي كلفتك 5 مليارات ولا 500 ولا ما عادش عليهم، ما عادش نفهم انا المليارات من كثرتها اللي قاعده ضايعه من مال الدوله، كلفتك فلوس وكلفتك عتاد وكلفتك صورتك في الخارج وكلفتك مصداقيتك وكلفتك ثقه اللي ناخذ فيك، اليوم تعاود نفس الغلطه؟ واشنع انت مازلت في ازمه نتاع شرعيه وتجي تقول لي 25 مارس، تعرف معناها 25 مارس؟ معناها مازالك انت توا شهيرين، ويلزم السيد رئيس الجمهوريه يصدر لك الامر نتاع دعوه الناخبين. انت من هنا لل 31 ديسمبر اللي توا باش يتحل لنا على الحكايه نتاع قانون الماليه، واللي باش تجي فيه من اتوراو تاع الاعتراضات والاحتجاجات والدنيا اللي باش تتحل، عندك انت على جدول اعمال مجلس النواب سد الشغور وانك باش تسن قانون الجماعات المحليه؟ دونك لهنا ولينا بين ظفرين وسامحوني في الكلمه، ولينا نفادلكم، ولينا ماخذين عمليه انتخابيه مصيريه، ولينا نلعبوا بها كما نحبوا احنا، ولينا نحسوا زاده خاطر تاريخ مارس قالوا رئيس حركه النهضه قبل ما تدخلوا الهيئه. ولو نجم تغير موقفها وتدعو الناخبين وتصدر الامر الى في اطار هيئه كيف هذه؟ هيدا وش هي مصداقيتها الانتخابات؟ هي صدرت الامر في انتخابات المانيا الجزئيه. اي هاني قلت لك ولينا اليوم نتعاملوا مع العمليه الانتخابيه شو استمع؟ الرئاسه صدرت الامر للناخبين الالمان باش ينتخبوا جوستما، هما يقول كما هي، هما يقول لك انتخابات جزئيه في مكان فقط ماهيش كما الانتخابات الكامله، هذه بدو يناقش. هل الحزب الدستوري الحر يشارك في الانتخابات الجزئيه في المانيا ويرشح ممثل عنها نجم يكون نائب في البرلمان عن المانيا؟ الموضوع هذايا محل درس توا في الديوان السياسي المقبل. اعطيني سكوب.
ليه ما عنيش سكوب؟ احنا ما ندخلوش بقرارات مسبقه رانا. احنا اليوم قاعدين نلموا في معطيات. ايه عندكم سكوب معطيات في الاتجاهات؟ احنا ليه فما مبدا. خاطر احنا ساعه نتفقوا في المبدا ومن بعد نتفقوا في المرشح. المبدا قاعدين اليوم نلموا في المعطيات مدي جديه تسهل الانتخابات اللي هي بين ظفرين يظل سور ميزور ومدي جديه الهيئه هذه. معناها سور ميزور؟ سور ميزور لان هي لصالح شكون؟ على حساب شكون؟ ما نعرفوش احنا تو على حساب الجاليه الالمانيه حسب اللي رينا تو. لانه ملي اخترقت البقعه سور ميزور على شكون؟ سور ميزور على ناس اللي حشتها بمقعد اليوم في مجلس النواب وتو شوفوها شكوني. اليوم الناس مازالت كل شيء اشاعات ومازال كل شيء ماهوش منظم تنجم تصير مفاجآت اخر دقيقه. دونك اليوم اذا كان انت تحل مقعد على المانيا واخر من يعطيه الكلمه في هذا هي الجاليه الالمانيه لهنا يولي يطرح مشكل نتاع مصداقيه. لانه احنا نعرفوا اللي الانتخابات لتمثيليه الشريحه اللي بالصوت لك مش انه مقعد النجم نجي انا اليوم عندي به حتى علاقه ونمشي ننجز عليه ونمشي هيك القانون. اي نعرف توظيف القانون. ما هنا تدخل الجانب الاخلاقي ولهنا تدخل المصداقيه ولهنا تدخل لوبورتونيتي بوليتيك. دونك اليوم مازال ما خديتوش قرار. الديوان السياسي جاي هو اللي باش يحسم وتنخرجوا بيان في الاداره. وقتاش هذا يكون؟ ان شاء الله من هنا اخر الاسبوع المقبل. من هنا لاخر الاسبوع نعرف اذا كان الحزب الدستوري الحر ممكن طبعا يرشح شخص. اذا كان باش يشارك باش يقول راني باش نشارك ومن بعد تو نشوفوا المرشح ونكشفوا عليه. واذا مش باش يشارك تو يقول مش باش يشارك ويقول علاش. في انتظار انه تجيب حذانا مره اخرى باش نتوسعوا اكثر في الانتخابات البلديه وخاصه قانون الجماعات المحليه. إمكانية مشاركتكم في الانتخابات التشريعيه ايضا والرئاسيه وحظوظكم.